العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشرفوا أن أتناول الكلمة في هذا المجلس العلمي الكريم، شاكرا للقائمين عليه صنعهم الحسن، أمدا أن في الإسهام في استشراف ما يصب إليه من أهداف علمية، ويعظم شرفي أن المناسبة هي مناسبة احتفاء برجل من رجالات الفكر في هذا الوطن العزيز، وهذا واجب وطني وعلمي وحضاري وبأوسع معنى. موضوع المداخلة كما هو وارد لديكم على البرنامج، العبارة البلاغية: التفسير الذهني والبعد الوظيفي، وهي مداخلة أسعى من خلالها إلى بيان إمكانات لسانية التطبيقية في إقامة تفسير ذهني للعبارات البلاغية، وإلى بيان أن فهم هذا الصنف من العبارات إنتاجا وتطويلا مرتبط بالفعالية الذهنية للمتكلم المخاطب. أحد الخطوات المنهجية التي اقترحها لمعالجة هذا الموضوع أن ترد الورقة أو عناصر الورقة على الشكل الآتي. سأتحدث في البداية عن معالم الإطار العام الذي يتيح لنا جميعا أن نقدم تفسيرا ذهنيا لما ينتجه المتكلم من عبارة بلاغية، ثم سأنتقل لأتحدث عن الخطاب البلاغي وطبيعة الأنساق التصورية والمعرفية في وقت توفرت شروطه ودواعي، وسأعمق النقاش في رصد بعض من خصائص لغة الخطاب البلاغي في علاقتها بإشكال التواصل اللغوي، وسأختم ببعض الخلاصات والتوصيات ذات الصلة بالموضوع. لكن قبل أن نشرع في بسط ما يمكن بسطه في هذا الموضوع، أسمحكم أن أمهد الحديث ببعض الاحتياطات المنهجية أحسب أنها في غاية الأهمية. أولها يتعلق بأن وصف ما ينتجه المتكلم من عبارة بلاغية يتاح لنا أن نتحدث عنه في عدد من المجالات المعرفية، والأمر هنا لا يتعلق بأن نخلص إلى ما هو معلوم وما يندرج ضمن المعارف من المعارف المشتركة وما يوجد في علوم البلاغة. بل الأمر يرتبط بمعالجة الظاهرة في إطار نظري مخصوص وفي برنامج علمي مخصوص بهدف استشراف طبيعة الأنساق التصورية والمعرفية من خلال طبيعة العمليات الذهنية التي يتبادلها المتكلم والمخاطب حال استعمال العبارة البلاغية من مجاز واستعارة وغيرها. أهمية هذه العمليات الذهنية حسب تصوري تتمثل في كونها تتيح لنا أن نستكشف طبيعة الأنساق التصورية والمعرفية التي ينبني عليها الذهن البشري، وكيف يؤهلها الذهن لممارسة عملية التواصل اللغوي وهي عملية بلاغية بامتياز. لذلك فسنستكشف هذه الأنساق التصورية من خلال فحص عدد من المعطيات اللغوية، وهنا تكمن طبيعة النموذج. لماذا؟ لأن النموذج نموذج وهو يتناول أي ظاهرة تكمن قدرته من خلال ما يتيحه من إسقاطات في مختلف المجالات التي تتيح هذه الإسقاطات وفق ضوابط محددة داخل النظر.
يتأمل هذه العبارة اللغوية. استشعر بحاسته السياسية خطورة الأمر. دموعه ليست سوى دموع تماسيح يستعملها لتسهيل هضم فريسته مهما نظرا بأنه يبكي ندما فيما هو يبكي من التهمة. نفترض أن أحدا مهووس بالشأن السياسي في بلادنا ويتقدم إلى المخاطب قائلا ما عواقب بلوكاج الحكومة إذا استمر سنة أخرى؟ يجيب الآخر عواقبه على محب الكراسي ظاهرة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء. أثرت قصدا قاصدا أن أدرج هذه المعطيات اللغوية لأنها معطيات العصر ولكي أستدل بما يكفي من الأدلة على أن العبارة البلاغية لم تقتصر على الخطاب الإبداعي فقط بل هي واردة ورود استعمال اللغة وفي مستويات استعمالها. لأبدأ برسم بعض ملامح الإطار النظري الذي يتيح لنا أن نتحدث عن هذا الموضوع وفق المعطيات التي أدرجناها. وأذكر هنا أن الموضوع يندرج في إطار اللسانية التطبيقية، واللسانية التطبيقية التي يندرج ضمنها تحليل الخطاب. وحينما نتحدث عن تحليل الخطاب نقصد المقاربة الذهنية التي تستمد أسسها المعرفية من اللسانية التطبيقية الوظيفية ذات طابع تفسيري. إذن فنتحدث عن اللسانية التطبيقية بوصفها رافدا الأساس لتحليل العبارات البلاغية، ونتحدث في مستوى ثاني عن العبارات البلاغية بوصفها وجها من وجوه مفهوم التطبيق في اللسانية التطبيقية، ونعتبر العبارات البلاغية صنفا من أصناف الخطاب اللغوي الذي يتيح تبادل العملية الذهنية بين المتكلم وبين المخاطب. أصل إلى المحور المتعلق بالخطاب البلاغي وطبيعة الأمثال التصورية والمعرفية. وأذكر هنا أن بناء العبارة البلاغية يتم بنسقين متوازيين. النسق التصوري بوصفه ذلك النسق المفترض الوارد في طبيعة الذهن البشري، ويعنى هذا النسق ببناء التصورات عن العالم الخارجي والأشياء والأشخاص والأحداث والطبيعة. وفق اقتضاءات هذا النسق يكون الخطاب البلاغي وجها من أوجه الممارسة اللغوية، ويكون مستعمل اللغة الطبيعية في موضع من يمتلك معرفة تصورية تتعلق ببناء تصور عن موضوع معين انطلاقا من مفاهيم محددة يمكن أن تحددها الموضوع بطبيعة الحال. وهنا لابد من الإشارة إلى مرحلتين اثنتين. أولا أن لغة هذا الصيف من الخطاب تستطيع أن تجعل الأشياء والوقائع والأحداث والذوات كائنات لغوية وموضوعا للتفكير والتأمل، حين تقوم بتعيين عناصر الوجود بأسماء وتخصيصها بصفات وبإسناد الأفعال إليها. في هذا المستوى كذلك تكون لغة هذا الخطاب قد حملت على الملكة اللغوية. لما أتحدث هنا عن الملكة اللغوية بالتحديد الوارد لمفهوم الملكة في إطار لسانية ذات طابع تفسيري، لم نتحدث عن مفهوم الملكة اللغوية بوصفها الدقة والطلاقة في عملية التواصل، ولكن باعتبارها مكونا من مكونات العالم البشري. هذا المكون له عدد من المكونات الفرعية، تتفاعل هذه المكونات كاملة في عملية إنتاج اللغة وتكوين اللغة. تعلق الأمر في مستوى العالي أو في مستوى غير العالي. إذن نتحدث عن الملكة اللغوية هنا للمنتج بكل مكوناتها، تحديدا ما يشكل الذكاء المعجمية، قواعد الصوتية والتركيبية والدلالية والتداولية، ويكون واقعا تحت تأثيرها في ممارسة نشاطه اللغوي الذي هو نشاط إدراكي تخيلي تعبيري وبامتياز. خلاصة هذا المحور هي أن لغة الخطاب البلاغي ينبني المعنى فيها استنادا إلى ما يحمله المتكلم عن الأشياء الموجودة في العالم الخارجي بوصفها لغة تمثل الوجود ولغة إدراك عناصر هذا الوجود بمكوناته وبوسائل الإدراك البشرية التي تؤهل منتج هذا الخطاب لاكتساب معارف يستعملها في ممارسة عملية التواصل اللغوي. أنتقل إلى المحور المتعلق بلغة الخطاب البلاغي والنسق المعرفي. وأذكر هنا أن المقصود بالنسق المعرفي ذلك النسق الذي يشكل الخزان المعرفي للمستعمل اللغة الطبيعية، منه يستمد ما يشكل معرفته البلاغية وهي معرفة لغوية وغير لغوية، ويمكن هذا النسق من بناء قاعدة معرفية منظمة واستعمالها عن طريق صياغة معارفه في صور لغوية مناسبة.
وفي اقتضاء هذا النسق، النسق المعرفي، فإن مستعمل اللغة الطبيعية لا يستطيع أن يتكلم إلا بوجود ما في ذهنه من معرفة مسبقة عن موضوع محدد، فيعبر عن حوى خطابه، وعملية التعبير هذه تتم بانطلاق من قصد الخطاب مرورا بالصياغة الصرفية التركيبية. خلاصة هذا المحور هي أن مستعمل العبارة البلاغية وهو يمارس عملية الإبداع يفجر ما بخزانه المعرفي من معلومات، وهذه المعلومات مرتبطة بفعاليته الذهنية ويكون في أمس الحاجة إليها، وترتبط درجة هذه الفعالية بالمهام التي تطلع بها ملكته اللغوية، وهي تطلع بانتقاء المظاهر المؤثرة التي يمكن أن تتخذها تعابير مختلفة. أصل إلى محور متعلق بلغة الخطاب البلاغي والتواصل. الغرض من هذا المحور هو الإجابة عن إشكال مركزي عنوانه كيف نتواصل، كيف يتواصل مستعمل العبارة البلاغية باللغة، وهو تساؤل مشروع: ما الذي يؤهل مستعمل اللغة الطبيعية أي اللغة أن يمارس عملية التواصل اللغوي بعبارة بلاغية وفي مستوى وفي مستويات استعمال اللغة المختلفة؟ لأن اللغة تستعمل في الحياة العامة ويكون في التعبير فيها تعبيرا بلاغيا، وتستعمل في مستوى الحياة الأدبية ويتدرج التعبير البلاغي إلى درجة أخرى، ويستعمل كذلك في مستوى الحياة العلمية. إذن فالمراد في هذا المحور أن نعالج الإشكال المتعلق بالمؤهلات التي تؤهل مستعمل العبارة البلاغية إلى أن ينتج اللغة، والمؤهلات التي تؤهل المخاطب بهذه العبارات إلى أن يفهم المقصود من هذه العبارات البلاغية. بعض من عناصر الإجابة أذكرها حصرا في التفاعلية، وأتحدث هنا عن أهمية التفاعلية بوصفها خاصية تقوم بين منتج الخطاب البلاغي والمخاطب بهذا الخطاب، وتتجلى التفاعلية في قدرة المخاطب على تجاوز حالة المتركز السلبي إلى التفاعل مع الخطاب البلاغي واختيار المسارات للقراءة. هنا يمكن أن نتحدث عن القراءة التفاعلية. خاصية التفاعلية هذه تتيح للمخاطب اكتشاف مواطن براعة الأسلوب في خطاب البلاغي بوصفه مجالا للتفاعل اللغوي كما يبينه الشكل الآتي. إذن هنا يكون المتكلم في موضع من ينشر الخطاب، ويكون المخاطب في موضع من يسعى إلى فهم الخطاب البلاغي، وتكون العملية التواصلية هي عملية تبادل لعمليات ذهنية. وهنا لا بأس أن أذكر إلى أن عددا من الأبحاث المعنية للتحليل المغناطيسي للدماغ البشري تدافع عن هذا التصور، وأثبتت عدد من التجارب متعلقة بتبادل هذه العملية. الجدير بالملاحظة أن المتكلم في العبارة السابقة التي ذكرناها سلك مسلك استعمال البنية الاستعارية، وهو يعبر عن واقعة ملكية الحس السياسية. وهنا يجوز أن نتساءل ما الذي يؤهل فردا من الأفراد أن يمتلك حاسة سياسية والآخر لا يمتلكها؟ ما طبيعة السمات الدلالية لمن يتوفر على حاسة الحاسة السياسية والإنسان الذي يتوفر عليها إلى غير ذلك؟ وهو في هذا المستوى يمارس عملية التواصل بمعرفتين: معرفة لغوية ممتلة في الوحدات المعجمية وخصائص الدلالية والتركيبية والصوتية، وممتلة في المبادئ والقواعد النحوية التي تحكم بنية اللغة المستعملة. ويمارس عملية التواصل بمعرفة غير لغوية ممتلة في معرفة ما تحيل عليه الوحدات اللغوية في العالم الخارجي، الحاسة السياسية، الخطورة إلى غير ذلك. هذه المعرفة غير اللغوية تتعلق بالعالم الواقعي والعوالم الممكنة. وهنا لا بد أن نشير إلى أن الوظائف التداولية دورا فعالا في سيرورة هذا الخطاب وتماسكه وفي توجيه مصاريه، وهذا ما يفسر وروده بصورة تحدث تغييرا في المعلومات التداولية للمخاطب، موضحا تارة ومعدلا تارة أخرى، على سبيل المثال دموع التماسيح، هضم الفريسة أو ما يجاور من هذه العبارات. وهذا ما يفسر ورود هذا الخطاب بأفعال خطابية. ومصطلح أفعال خطابية يمكن أن نتحدث عن نموذج آخر يعنى بهذه الأفعال، نموذج نحو الخطاب الوظيفي functional discourse grammar. وهنا
هذه الأفعال الخطابية تكون غير فارغة دلالياً، ويطلع الفعل الخطابي فيه بوظيفة تواصلية قد يتعذر أن يطلع بها غيره، ويعكس قوة الرصيد المعجمي وما يختزنه المعجم الذهني لدى المتكلم بوصفه وجهاً من أوجه النسق المعرفي. أيضاً أذكر أن المتكلم في هذا المستوى، أي في مستوى ممارسة عملية التواصل في خطاب السابع، يتحدث عن واقع مجتمعي المعلومات والمعارف المخزنة في ذهنه، فيعبر عن مضمون خطابه بما يمتلك من معرفة مسبقة عن هذا الواقع، الحياة السياسية، طبيعة هذه الحياة، كيف تنتظم إلى غير ذلك، أو أيضاً يتحدث عن هذا الواقع وفي خزانه المعرفي ما يؤهل بذلك مبتلا في عواقب توتر العلاقات في هذه الحياة ومآل هذا التوتر، أو أيضا نجاح هذه العلاقات وثمار نجاح هذه العلاقات في غير ذلك. أصل إلى المحور المتعلق بلغة الخطاب الأدبي والتعليم. إن سمح لي ثلاث دقائق. طيب. أذكر هنا اختصارا أن الأمر يتعلق ببيان المقاربة التي تمكن من تدريس هذا الصف من الخطاب. وهنا أطرح سؤال: إلى أي حد يمكن أن نقول إن المنهجية المعتمدة في تقديم درس البلاغة لطلابنا ترتقي إلى مستوى الكفاية المشهورة؟ إذن هذا هو الغرض من إرادة هذا المحور. هنا أتحدث أن الأمر، أي الارتقاء بالكفاية اللغوية لدى متعلم اللغة، مرتبط بأمرين اثنين على الأقل. أولاً اعتماد المقاربة التفاعلية القائمة على أهمية التواصل اللغوي بعيداً عن شوارد البلاغة وشوهيها. أيضاً أن يتم توجيه المتعلم لاستكشاف خصائص لغة الخطاب البلاغي بوصفه خطاباً يتيح استعمال اللغة ويتيح كذلك إيجاد استعمال اللغة. ويكون المتعلم هنا كما قلت في وضع يساهم في بناء المعارف والمعلومات التي يتيحها النمط الخطابي استنادا الى تحفيز طاقته التواصليه. واشكر لكم حسن عنايتكم والسلام عليكم.